اليمن، هذه اللؤلؤة نفيسة، هي المهد الأول للعرب، والوطن الذي نشأت فيه مدينتهم وتركزت فيه حضارتهم، فأشرقت قرونا طويلة وعاشت أجيالا بعد أجيال. ظلت تلك الحضارة أحقابا من الدهر تشع فيها الحياة، ويتدفق من أرجائها النور، ويسري منها الخلود، تتوحج في أذهان الناس، وتسري في أمشاجهم، وتتجلى في سجاياهم وصنائعهم. هذه الحضارة لا تزال رابطة في الصحراء، جاثية في بطون الأرض آثارها، مطمورة تحت الرمال عروشها، قائمة على الجبال حصونها، ومدنها معلقات على سفوحها، تحكي قصة الصمود اليمني والإصرار على البقاء رغم عوادي المكان وصروف الدهر، صامدة أمام الطبيعة بقوتها وجبروتها، وهي في حقيقة الأمر شيء لمن صنع المعجزات تحت الصخر وأقام السدود وشيد ناطحات السحاب. يم القصور العوالي يا ناطحات السحاب، نقصيد في الأفق عالي باقي اليوم الحساب. يم القصور العوالي يا ناطحات السحاب، نقصيد في الأفق عالي باقي اليوم الحساب. يا مسكن أحباب قلبي مني عليك السلام، يلا بعودة قريبة قريبة لك يا مدينة شباب. يا مسكن أحباب قلبي مني عليك السلام، يلا بعودة قريبة قريبة لك يا مدينة شباب. وفي رحاب ناطحات السحاب تتملكنا الدهشة، ويأسرنا الإعجاب بروعة هذه المدينة التاريخية الآسرة للألباب. What do you think about Shibam? I mean, is it previously, have you read of anything about the town of Shibam? I saw it in a book that I found from a friend, which was called Buildings Without Architects. And I just noticed that it was the most extraordinary place. Quite unlike anything that I'd ever seen before. But they really call it the Manhattan of the desert, don't they? Yes, yes. So what do you think about it later on? I mean, after visiting it and everything, do you wish to tell the friends how what have you visited? Have you taken any photographs? I certainly do, and I've been very, very interested by all the different shapes and the shapes that you see between the buildings. That's and right. all the different windows and the age of the buildings is quite extraordinary. وتبقى مدينة شبام حضرموت التي تنتصب وحدها في قلب الوادي من أكمل الشواهد على ما بلغه الفن والهندسة المعمارية، فهي تبهر المسافر الذي يكتشفها فجأة بعد أن يكون قد عبر هضبة صحراوية ضخمة، إذ تتراءى له منبثقة في أعناق واد أخضر وسط غابة من النخيل، منطلقة برشاقة نحو السماء. والملفت للنظر تلك القيم الجمالية التي يخلقها التكوين المعماري الخارجي للبيوت، الجامع بين تناغم ارتفاعاتها المتراوحة بين الطابقين الأربعة ورشاقة الخطوط وانطلاقها، وتناسب مسطحات الفتحات للنوافذ والأبواب، والتهوية مع المسطحات الكلية للحوائط. وهذا التكوين المعماري يبرز التشكيلات اللونية المبهجة المكونة من تناغم وتناسق في أنواع الطلاء المتنوعة للأسطح والحوائط والنوافذ، والتي يغلب عليها اللون الأبيض المتداخل مع اللون الطيني، ألوان ناصعة مبهجة
تبدو بها البيوت كالصبايا المقبلات على أعراسهن. إن عادات وتقاليد الزواج في هذه المدينة الجميلة تجرنا إلى التفكير في مهارة وحنكة الآباء والأجداد الذين لم يكونوا ليعرفوا أزمة السكن أو استقلالية الزوجين المقبلين على حياة زوجية، والذين فكروا قبل أن يولد لهم الأبناء وفكروا أيضا في صالات الأفراح والسمر التي اتصفت بها تلك الفترات، ولم تصبح العملية بحثاً عن صالة أو ناد لإقامة حفل الزواج مشكلة، بل أصبح من تركيب المبنى نفسه، كما هي عادات وتقاليد البناء في هذه المدينة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. إن ابتسامة المواطنين الآسرة وكلماتهم الودودة البسيطة كحياتهم وواقعهم تجعل المرء يأخذ انطباعات وذكريات حميمة، وهو يشاهد أهالي هذه المدينة قد انطلقوا به في سراديب وحارات قلوبهم ومدنهم وقراهم، يكشفون بصراحة مدهشة تفاصيل حياتهم وطموحاتهم الممزوجة بلمحات من تاريخ واديهم الطويل بحضارة الطين المنتصبة شواهدها في ربوعه بتكوينها المتناغم كقطعة موسيقية متكاملة الإيقاع والنغمات. إن أي لمسة حانية تكفي اليوم لإزالة الغشاوة عن هذه المدينة الجميلة الساحرة، لتبدو لناظرها من جديد وهي تزهو بجلال ماضيها وكأنما فرغ صانعها منها بالأمس، بل تزداد جلاء كلما تأملها الناظر ومنحها بعض إعجابه وحبه، ككسر من المرايا الصافية تتوالى منها انعكاسات لشخصية التاريخ لحاضر إنسان اليوم، بل هي لقطات مشرقة
تتراءى من خلال صندوق الدنيا لطفل يعشق المدهش والغريب. ينطق بها الحاضر إن شاء أن يدلف إلى بوابة الغيب ويستجلي أسرار الحكمة اليونانية. شيء جميل أن تتبنى اليونسكو مشروع حماية مدينة شبان من خلال حملة دولية تسعى إلى ترميم الآثار والمواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية والطبيعية الموجودة في وادي حضرموت وصيانتها وبوجه خاص التراث المعماري لمدينة شبان. وعلى الرغم من نداء اليونسكو الموجه إلى العالم، فإن المساهمة ما تزال محدودة، والترميمات التي تتم يتحمل الأهالي جزءاً كبيراً منها بمساعدة الحكومة. والمطلوب لحماية هذه المدينة تنشيط وتحريك الجانب السياحي واستغلال تهافت السواح من كل بقاع الأرض لزيارة هذه المدينة. هل عسير علينا تنشيط الجانب السياحي بالمفهوم الصحيح لحماية هذه المدينة الفريدة؟ سؤال يطرح نفسه.